صباح الخير مشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح العربية. صباح الخير شربل. صباح الخير رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي صباح العربية. نتمنى للجميع صباح مليء بالسعادة بالنشاط والحيوية. نبدأ بعناوين حلقة اليوم. المعركة ما زالت مستمرة على تيك توك، وترامب يمهل الشركة الصينية المالكة 45 يوما لإتمام صفقة البيع مع مايكروسوفت. حسن الزهراني سعودي يتحدى الإعاقة ويترك كرسيه المتحرك لينطلق بحرية في عالم الغوص والبحار. الكويتي يوسف البقشي احترف صناعة الأنيميشن وقدم أفلاما صامتة مؤثرة تتناول قضايا نفسية ومجتمعية. نسيم يوسف زي فنان باكستاني يحول المخلفات إلى قطع فنية. ومن مواضيع حلقتنا أيضا، أظافرك مرآة لصحتك، كيف تعرف حالتك الصحية عن طريق شكل ولون الأظافر؟ الجواب في فقرتنا الطبية لليوم. يعتبره الكثيرون علامة وجاهة وعز، فيما يحمل الكثير من المشاكل الصحية. الكرش عند الرجال وأحدث الإجراءات للتخلص منه في حلقتنا اليوم. أسوة بالكثير من دول العالم، كورونا ينشط السياحة الداخلية في بريطانيا والشواطئ تزدحم بالمصطفين المحليين. راسلونا دائما على حسابات صباح العربية @صباح العربية وصباح أندرسكور العربية. وسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، ما أطول فترة تبتعد فيها عن جوالك؟ يعني يمكن في زمن الفضاء الافتراضي سؤال محرج. هو ما في وقت الواحد يبعد عن جواله أيضا إلا وقت النوم أتوقع، يعني حتى الكثيرون صار يعني متمسكين بجوالهم. أنا بالنسبة لي يعني جوالي هو صديق الصدوق، لا أتخلى عنه يمكن قبل النوم. أي. كلنا شكلنا نفس الشيء. ما زال أبو حاتم دويكات ابن 70 عاما وعائلته الصغيرة يحافظون على مهنة زراعة وصناعة المكانس من نبات الذرة الحمراء، حيث يصنع عاملان أكثر من 100 مكنسة يوميا تباع الواحدة منها بدولارين فقط. نتابع. أبو حاتم يصطحب أشقاءه وأبناءه وسنوات عمره 70 لقطاف نبات بلا ثمر، إنه نبات ذرة المكانس الذي يقطف الآن ثم يجفف وينظف من الشوائب. نقطع في ذرة من شان نعملها مكانس، وبعد ما تنشف في الأرض 3 أيام وبنضبها وبنكيم الورق هذا عنها، الورق هذا هيك بنوزه، والحب ها برضو بنكيمه هيك بصير ناعمة ومنيحة. منذ 45 عاما يجلس أبو حاتم هنا
يعالج ما قطفه من ذرة ثم يغازله ويغزل منه المكانس. من وراء الشغلة هاي، هاي الشيخ حاتم وظفنا في الجامعة، هاي وراك إمام جامع وكرر 4 سنين في الجامعة. بعدين الصبي اللي وراه برضه تعلم في الجامعة وتوظف في رام الله. والبنات برضه من هالعينة، بنتين تعلم من جامعة وتموظفين يعني في المدارس. والصبي الثالث وظفوه استاذ في اللبن. المكانس الكهربائية لم تلغي أهمية هذه المكنسة التي ما يزال الفلسطينيون يستخدمونها حتى الآن ولو بشكل قليل. بعض هذه المكانس ما تزال قيد الخدمة، وبعضها تحول إلى تحفة فنية تعلق على جدران المنازل. والثابت الوحيد في هذه المعادلة أن المهنة باقية ما دامت الأجيال تتوارثها. من بلدة رجيب شرقي نابلس، خالد القاسم، العربية. نعود إلى سؤالنا التفاعلي لليوم. ما أطول فترة باليوم تبتعد فيها عن جوالك؟ لنتابع التغريدات. مستحيل يبتعد أبتعد عني إدمان غير طبيعي ليلا ونهارا، فقط فترة النوم. كلنا وقت النوم يعني 8 ساعات فقط. صباحكم أمطار وخير. أوكي، عندكم أمطار، حلو. فترة الدوام إذا نمت. التغريدة التالية: الفترة التي أبتعد فيها عن جوالي هي وقت نومي للأسف. وقت العطلة ممكن 8 ساعات، وقت الدوام والامتحانات نص ساعة ما ببعد عنه. حتى وقت النوم يكون الجوال تحت وسادتي، يعني لا هناك هوس. مو كويس يعني بهذا الزمن يمكن العمل على طريق الجوال. كله 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 على الجوال، بس خطر صراحة الجوال يكون تحت الوسادة، لازم تتغير. طيب، عندنا فترة النوم وأحيانا ساعات العمل من سمر. وقت النوم، وقت الشغل، وبالطبع أوقات الصلاة. طول ما هو ساكت ما يرن يكون بعيد عني. صباح الخير والسعادة. سؤال صعب الواحد يرد عليه ولا ثانية. عند الاستغراق في النوم وقت الصلاة، لكن قبل وبعد لا يفارقني، خاصة في كورونا بعيد عن أسرتي. من مصطفى. التغريدة التالية: صباح الفل والياسمين، أروع شرب ورشا، شكرا لك. أنا كثير أستخدم جوال مدمن في وقت الخلود إلى النوم. يعني الجميع هناك وقت النوم، هناك إجماع صح، بس وقت النوم. في وقت فراغي أشاهد التلفاز، أستخدم الهاتف وقت محدود ما يزيد عن نص ساعة. حلو، نص ساعة كويس في 24 ساعة. 12 ساعة و12 ساعة متفرقة بحكم الانشغال، يعني معدل الجوال ساعتين وأقل. عند النوم فقط 4 ساعات يوميا فقط. 10 دقائق والكثير 15. واو. أبتعد عن الجوال مدة ساعة فقط أثناء مشاهدة العربية. صباح العربية لازم. الولاء الولاء. أحاول قدر المستطاع 5 و6 ساعات لأنه يضر بصحتي. وقت النوم تقريبا 5 ساعات. التغريدة التالية: ليس الوقت متساوا في استخدامها أحيانا طول اليوم ما أكثر من الجوال إذا كان لدي أعمال منزلية. فترة الخروج من المنزل أو من يأتي لزيارتي. التغريدة التالية: لما نشوف شحن الهاتف
قرب يخلص والكهرباء قاطعة أبعد عن الهاتف. يعني إن شاء الله ما تنقطع الكهرباء أبدا. يلا مع آخر تغريدة، للأسف وقت النوم فقط. أظن الكل يعني يجمع أنه وقت النوم بيبعد عن جواله طول اليوم على يعني الجوال. أنا حتى لما كنت نايم جوالي مفتوح، تصحى نص الليل تفتح وتقفل تاني عادي، مو شيء جديد. أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة إصابتها بفيروس كورونا عبر منشور على حساباتها الشخصي في مواقع التواصل. وقالت عرفة في منشورها: 5 أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي. وأضافت: الكمامة كانت رفيقتي، وسبيرتو والمعقمات والكلور. وقالت إنها ستتعافى بعد أيام وستعود استكمال التصوير، موجهة الشكر للأطباء المشرفين على حالتها والذين يعملون جاهدين لمنع وصول الفيروس إلى الرئة. نسيم يوسف زي فنان باكستاني في العقد الخامس من عمره. لم يدرس نسيم الفنون ولم يتعلم أصولها من أحد، لكن نسيم برع في تحويل الخردة إلى لوحات فنية تحاكي حيوانات وأشكال خيالية وغريبة تثير إعجاب كثيرين. عنكبوت من ملاعق الطعام والمسامير، وجنزير على شكل رأس حصان، ورأس فيل من أشرطة معدنية، ودراجة نارية من البراغي والأسلاك ومحامل المركبات. فكل ما قد يخطر على البال من مخلفات المنازل أو الخردة يحولها نسيم إلى لوحات تحاكي حيوانات وأشكالا من وحي الخيال. منحني الله الموهبة، وعندما تتبادر الفكرة في مخيلتي أجمع قطع الخردة المطلوبة وأوائم بينها ثم أصلها. في البداية كنت أستخدم المواد اللاصقة، لكن الآن أقوم بلحمها كهربائيا، فهذا أمتن. وقد فازت بعض أعمالي في مسابقة دولية للفنون بسبب التصميم والاستفادة من المخلفات. نسيم يوسف زي فنان باكستاني في العقد الخامس من عمره. لم يرث نسيم الفن عن أحد، ولم يلتحق بأي مدرسة أو معهد لدراسة الفنون، لكنه صقل موهبته ومهارته في الفن مع مرور الوقت، ونجح بأدوات وإمكانيات بسيطة في تحويل الخردة إلى لوحات فنية تثير الإعجاب. تعلقت منذ صغري بالرسم والتلوين، وأتقنت الخط أيضا، ثم فكرت بدخول فن جديد لم يسبقني إليه أحد في باكستان، ووقع خياري على فن تشكيل الخردة. إنه فن يتطلب جهدا ذهنيا ويدويا، كما أن مواده غير مكلفة وصديق للبيئة، وكثيرون بهروا بأعماله. يستخدم نسيم في أعماله مخلفات منزله أو يشتريها من باعة الخردة، فهنا تصبح مخلفات المطبخ والخردة من صحائف معدنية ومسامير وصواميل وأسلاك وكريات وتروس وغيرها لوحات ذات قيمة فنية، لكن يقف خلفها مهارة وجد وإبداع فنان يطمح أن تتسع أعماله وتصل إلى آفاق أرحب. بين نسيم والخردة حكاية عشق من نوع آخر، فهو يحولها من مجرد مخلفات لا قيمة لها في نظر الناس إلى لوحات فنية مميزة. عبد الرحمن المزيني، العربية، بيشاور. تنتشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن مساحات خضراء تشبه الواحات وسط الصحراء، ويستخدم اللاجئون السوريون الذين يعملون مع خبراء من جامعة شيفيلد ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسلوب الزراعة المائية، وهو أسلوب لا يحتاج إلى التربة، ولكن بدلا منها يتم استخدام قطع الإسفنج في أكواب صغيرة أعيد تدويرها جنبا إلى جنب مع الشتلات وبعض الماء. نتابع. يعمل اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري في الأردن على زراعة بعض أنواع الخضار حول خيامهم التي ما لبثت أن تحولت إلى مصدر إضافي للرزق. ففي المخيم تنتشر مساحات خضراء تشبه الواحات وسط الصحراء مترامية الأطراف. يتعلم اللاجئون السوريون مع خبراء من جامعة شيفيلد ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسلوب الزراعة المائية، وهو أسلوب لا يحتاج إلى التربة، ولكن بدلا منها يتم استخدام قطع الإسفنج في أكواب صغيرة أعيد تدويرها جنبا إلى جنب مع الشتلات وبعض الماء.
فكرة المشروع له أكثر من هدف وأكثر من نتيجة يعني إيجابية، اللي هي أول شيء اكتفاء ذاتي، ثانيا توفير في المياه، ثالثا مع وجود قلة مساحة في الأماكن المزدحمة يمكن الاستفادة من هيك أنظمة وهيك مشاريع في الزراعة. وتقول المفوضية إن النظام المائي يتمتع بكفاءة عالية فيما يتعلق باستهلاك المياه، حيث يستهلك كميات أقل بحوالي 70 و80% من الأساليب التقليدية، وهذا مفيد بشكل خاص في بلد مثل الأردن الذي يواجه مشاكل كبيرة في ندرة المياه. حبيت المهنة لأنه المهنة هاي أنا بحبها جدا، بين الخضار الواحد ويشوف حاله بالخضرة بيختلف عن عملي مثلا يكون بالباطون أو شغلة ثانية، ولذلك أنا حبيتها، وكونها فيها نوع من التقنية العالية عرشية وفيها شيء من النظافة، يعني الزراعة التقليدية زراعة كلها تطين وتراب، بينما هاي كلها عبارة عن مياه ونظيفة، ما بنيجي نظيفين بنروح نظيفين يعني. وقد تم تدريب أكثر من 1500 سوري على استخدام هذا النظام، وقرر كثيرون منهم البدء في زراعة حدائقهم الصغيرة. إلى أحوال الطقس مع زميلة لميس إبراهيم. صباح الخير لميس. صباح الخير لميس. يسعد صباحكم. صباح النور. كيف الأجواء عندك اليوم؟ رطوبة عالية للأسف كالعادة، مو شيء جديد. صيف. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الثلاثاء نبدأها من شرق المتوسط، حيث تتراجع موجة الحر التي كانت تتأثر بها المنطقة خلال الفترة السابقة، وفي بيروت تبقى الأجواء حارة ودرجات الحرارة في أوائل الثلاثينات مئوية، ويطرأ نشاط على حركة الرياح، كما تبقى نسب الرطوبة مرتفعة لتزيد عن 60%. وبالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، يتوقع أن تتراجع رقعة السحب الركامية الرعدية لتنحصر على مناطق جنوب غرب البلاد تشمل نجران وعسير والباحة، فيما تهب رياح قوية على طول المناطق الشرقية الممتدة من المدينة المنورة وحتى الباحة، تعمل على إثارة للأتربة والغبار. وفي الرياض تكون الأجواء صافية وحارة وتنخفض درجات الحرارة لأوائل الأربعينات مئوية، ويستمر نشاط الرياح ما قد يعمل على إثارة للأتربة والغبار وبالتالي تدني في مدى الرؤية الأفقية، وتبقى نسب الرطوبة منخفضة. وفي مكة المكرمة تستمر الأجواء غائمة ويطرأ انخفاض طفيف أيضا على درجات الحرارة لتصبح في المستويات الثلاثينية، كما تنخفض نسب الرطوبة بعد الشيء وتكون حركة رياح متوسطة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى السودة، يحتمل تساقط زخات رعدية من المطر، وتكون درجات الحرارة في أواسط العشرينات مئوية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، وتنخفض نسب الرطوبة قليلا رغم بقائها مرتفعة مسجلة 75%، فيما تكون حركة الرياح متوسطة. وبالانتقال إلى الإمارات وتحديدا في دبي، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود إلى أواخر الثلاثينات مئوية بعد أن كانت في المستويات الأربعينية يوم أمس، وترتفع نسب الرطوبة بعد الشيء عن 60%، تكون حركة رياح متوسطة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والغبار خاصة في الطرق والمناطق الصحراوية. إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى الختام، شكرا لحسن المتابعة. أظافرك هي مرآة لصحتك، ففي حال إصابتك ببعض المشاكل الصحية قد تظهر بعض الأعراض والمؤشرات على أظافرك كالإصفرار أو البقع وغيرها من العلامات، لذا يجب مراعاة فحص الأظافر من حين لآخر كي يتعرف الشخص على الأسرار التي ربما تكشفها عن باقي أعضاء الجسم. للمزيد تنضم إلينا من دبي الدكتورة لما جعلوك، اختصاصية أمراض جلدية وتجميل. صباح الخير. صباح الخير شربل. صباح الخير رشا. صباح النور. صباح الخير للإخوة المشاهدين. دكتورة، يعني بداية كلنا نعرف أنه الأظافر هي مرآة لصحة الإنسان، لكن تغير لون الأظافر متى نعرف أن هذه المشكلة بسيطة أو خطيرة تستدعي اللجوء إلى الطبيب؟
حقيقة ممكن تظهر تبدلات كتير كبيرة بالأظافر. هلأ ممكن يظهر بس اللون وممكن يظهر كمان شكل الضفر نفسه. هلأ الألوان عادة في عنا رينج كبير من الألوان، أول كل بتصير ألوانها شاحبة، إذا شفنا أظافر شاحبة أكيد هي نقص تغذية، نقص فقر الدم بنقص الحديد، ممكن تعطي مؤشر لأمراض يعني أخطر، يكون مثلا أمراض قصور قلب مثلا. عندنا الأظافر اللي بتكون مثلا أحيانا زرقاء، لما بتكون زرقاء معناتها في نقص أكسجين، في نقص أكسجين عم بيوصل للأطراف، طبعا بينشك إنه يكون أمراض قلب، أمراض رئة، يعني لازم واحد يبحث لما بيشوف أي تبدل. الصفرة، الصفرة أحيانا بتكون إذا فيها تسمم ممكن تكون سببها فطور أظافر، إذا كانت بس صفرة فقط ممكن ينشك بيرقان، ممكن نفكر مثلا بأمراض كبد، أمراض رئة، أحيانا ممكن تكون سرطانات يعني سرطان غدد لمفاوية. في عندنا الأظافر حتى اللي بتكون خطوط بيضة، إذا بتلاحظ كتير أطفال بيجوا معنا لعنا على العيادة وأهلهم مشغول بالهم ليش عندهم هالخطوط العرضية البيضة. هلا ممكن تكون نقص كالسيوم، ممكن تكون مغنيسيوم، ممكن زنك، ممكن يكون مجرد ردود، الطفل عم بياكل ردود متكررة وبالتالي ممكن تظهر حتى. ممكن تكون بسيطة ما لها أي أعراض، هي عبارة عن تقدم عمر. هلا في عنا الأهم اللون اللي بيصيب الضفر ونحن بنخاف منه كأطباء جلدية هو اللون الأسود، لما بنشوف صار خطوط طويلة على مسار الضفر من أول الضفر لآخره، هذا ممكن يشككنا بسرطان الميلانوما اللي كلياتنا طبعا بنخاف منه. طيب إذا كان بس بشكل بقعي ممكن يكون رض. أيوة دكتور، بس عشان ما نخوف المشاهدين، يعني هو يعني هل كل تغير في لون أو شكل الأظفر هل يعني لازم يكون له دلالة باضطرابات داخلية داخل الجسم؟ عشان بس ما نخوف. لا لا، مثل ما قلتي حضرتك ما نخوف. هلا بشكل عام ممكن يكون عم نحط مناكير كتير، عم نحط اسيتون، عم نزيل اسيتون بشكل متكرر، ممكن يكون نقص فيتامين بسيط ويتعوض، ولكن لازم يكون الضفر لونه زهري صدفي يعطي شكل صحي. يعني اي تبدل فيه بشكل واسع يعني العشرين ضفر تبدل، لا لازم بهالحاله نستشير طبيب. طيب دكتورة، ماذا عن سهولة كسر الضفر؟ هل هذا يعني ان هناك نقص في الفيتامينات يعني؟ هلأ نحن حكينا عن اللون، ممكن نحكي عن بنية الضفر نفسه. هلأ الضفر مادة كيراتين سميكة، لما بنشوفه سهل التكسر معناته أكيد في نقص فيتامينات، فيتامين A، فيتامين C، ممكن البيوتين، البيوتين الشهير اللي مسؤول عن الشعر كمان مسؤول عن الأظافر. هلأ ممكن يكون نتيجة فرط يعني العناية بالضفر، يعني برده بشكل متكرر، تطبيق الأسيتون مشان نشيل التصبغ اللون تبعية الضفر، هذا كله بيساوي رقة بصفيحة الضفر وبالتالي يصير سهل التكسر. هلأ في شغلة كمان تانية، نحن كثرة استخدام اليدين، يعني دوما الاتصال المتكرر مع المي مع المواد الكيماوية بيخلي الضفر دوما رقيق وممكن يساوي لنا التهابات ما حول الضفر، فبتلاقي بسموه الدوحاس. حتى ممكن كمان كثرة العناية بقصه بشكل غير صحي، يعني نحن إذا قصيناه بشكل مستقيم وحاولنا بس إنه نتجنب الأطراف ننزل تحت اللحم، هذا كتير بيساعد إنه ما يصير عنا انجرون نيل، يعني أو الظفر المنغرز اللي بيبقى كتير مؤلم وحتى صعب إنه المريض يمشي إذا كان صعب يحط رجله جوات الكندرة من قد ما بيكون عنده إياها مؤلمة. بما أنه ذكرتي موضوع الإنجرون نيلز أو الأظافر اللي هي مغروزة في اللحم جوا، هل لها علاقة كمان بالوراثة ولا هي بس طريقة التقليم؟ هو طريقة التقليم إلى علاقة، وفي عائلات بيكون نمو اللحم حول الأظفر عالي وبالتالي الضفر عم بينغرز بشكل كتير كبير، يعني طريقة توضع الضفر باللحم المحيط اللي حواليه بيكون عامل مسبب أنه يطلع عندهم انغراز أظافر. في عنا كمان لازم ما ننساها أنه نحن أحيانا بنشوف أظافر الملعقة اللي الضفر بيكون قلب لبرا وصار عكس الاتجاه، هذا أكيد نقص حديد، نقص فيتامين بي 12 حتى. طيب خلينا نتحدث عن الأسيتون. حين نشوف ضفر الأسيتون إلى أي مدى هو مضر؟ هل هناك بديل لاستخدام الأسيتون؟ هلأ في مزيلات بتعتمد على الزيوت، هي طبعا مو بشدة الأسيتون وما كافية مثل الأسيتون، ولكن الأسيتون هو مادة بيعمل على ترقق صفيحة الضفر، مثل ما أن طبقة كيراتين سميكة تطبيق المتكرر بيعمل على رقتها. هلأ ممكن واحد يستخدم الأسيتون ولكن بشكل معتدل، يسمح مرة بالأسبوع، مرتين مثلا بالشهر ممكن، ولكن الاستخدام اليومي المتكرر أكيد له ضرر كبير على الضفر. طب بالنسبة دكتورة للفطريات، هل في دلالات معينة
تظهر على الظفر تدل أنه في فطريات يعني تغير لون، ألم، متى الواحد يروح للطبيب؟ تمام. هلا في البدايه بنشوف بس تسمك الظفر، فبنيه الظفر بتصير سميكه، ممكن ينقلب الظفر يصير لونه اصفر نتيجه انه الفطور تكاثرت بشكل كبير ونزلت تحت الصفيحه الظفريه وبدت تعكس لون اصفر. ممكن يصير الظفر سهل التكسر، يعني بيقول لك المريض انا اي ضربه صغيره عليه بيفرط مثل الباودر مثل البودره، هذا اكيد علامه من علامات الفطور. طبعا هو بيبدا بظفر واحد ولكن بعدها بينتشر لجميع الاظافر اذا كان اهمل. مهم كتير يتعالج أبكر ما يمكن، علاجه كتير سهل، ولكن مشكلة إذا كان تعمم بده علاجات مديدة، يعني تقريبا بتراوح العلاج مدة 6 أشهر لسنة أحيانا. طب ماذا عن النظام الغذائي؟ يعني هل بيلعب دور بصحة الأظافر؟ يعني هل هناك نظام غذائي معين أو طبعاً. مثلا أكلات معينة؟ طبعا. هلا مثل ما قلنا بشكل عام الكالسيوم الزنك البيوتين، يعني المفروض يكون الغذاء المتكامل. مثل الظفر مثل كل عضو بجسمنا بحاجه لغذاء متكامل متوازن، مثل ما قلنا الفيتامين اي كثير مهم بنمو الظفر، فيتامين سي، مثل ما قلنا البيوتين، الحديد، نحن عندنا فقر الدم، فيتامين بي 12، كلهم هذول من العوامل المساعده لنحصل على اظافر ذات نمو صحي. طيب نشوف دكتورة كمان في الصيدليات زي حبوب أو مكملات غذائية بفيتامينات مكتوب أنه لصحة الشعر والأظافر، هل تنصحي بها؟ ويعني مين اللي يأخذها ومين لا؟ هلا حقيقه هدول مكملات كثير مهمه للاظافر، ولكن مثل ما قلتي حضرتك لمن بدنا نعطيها؟ هلا غالبا بنعطيها للاطفال في مرحله النمو لانه هن بحاجه يتكاملوا من كل الفيتامينات، بنعطيها للحوامل، للمرضعات، للي مروا بشده شديده، يعني مثلا دخلوا مستشفى، طلعوا من عمل جراحي، هدول كلهم لازم ينتبهوا على تغذيتهم، ولازم يعدلوا التوازن بالنسبه للتغذيه. في عندنا الطريقه اللي هلا كثير عم تتبع نزول الوزن القاسي اللي بنشوف مريض مثلا نزل مدة خلال فترة قصيرة 15 كيلو أو 20 كيلو، هذا أكيد بحاجة لتعويض كل الفيتامينات اللي ناقصه. حتى أحيانا بصير عنده شوي ضعف امتصاص فلازم نركز على بعض الفيتامينات. طب دكتورة لنذهب إلى أسئلة المشاهدين ومشاركاتهم، أسئلة عامة، وإلى السؤال الأول، عندي حساسية في الجلد من اللصق الطبي، هل هناك علاج؟ أكيد طبعا. هلا نحن الحساسية تبعت اللصاق الطبي في أنواع لصاقات غير محسسة على الإطلاق، فلازم المريض قبل ما يستخدم أي لصاق طبي ينسأل إنه هل أنت عندك حساسية؟ طبعا هي إذا شلنا السبب راحت الحساسية، يعني إذا عرف شو المادة اللي عم بتحسس منها وشو نوع اللصاق الطبي وتجنبه أكيد بتروح الحساسية. طيب دكتورة عندنا سؤال ثاني كمان، صباح الخير دكتورة، علاج هالات العينين. واو، هذا موضوع كبير، بس عادة هالات العينين لازم نحن نشيل السبب اللي أدى لهالات العينين، طبعا فقر الدم، النوم الغير صحي، التغذية الغير صحية، التدخين، هدول لازم نشيل الأسباب هدول، فيما بعد نتأكد إنه العين ترى بشكل جيد، يعني ما في ضعف نظر لأنه بساوي كثير ركودة دموية حول العينين. العلاج بسيط، ممكن نروح بس على مراهم تحوي بعض الفيتامينات، فيتامين سي، فيتامين كي كثير بيحسن حول العينين، إذا ما وكانت وراثية نحن بحاجة لعلاج متكرر، يعني كل فترة وفترة ممكن نروح على الميزوسيرابي، ممكن نروح على الليزر، في كتير أنواع علاجات اللي بتعطي كتير نتائج حلوة وبتكون مرضية. السؤال التالي، دكتورة قبل أسبوع عندي فراغ صغير في الدقن، هل هذا يعني هل هي الثعلبة؟ والله ممكن الثعلبة بيكون فراغات ما فيها شعر ابدا، طبعا بالفحص السريري بفحص بالعياده ببين علينا اذا هي فعلا ثعلبه ولا لا، في علامات بسيطه ممكن طبيب بمكبره عاديه يشوف العلامات، ولكن اذا فعلا ثعلبه لازم يتاكد شو الاسباب اللي خلتها تطلع، هو رد نفسي، هو سوء تغذيه، هو عوامل مرضيه مخبايه ما انتبه عليها، ولازم ياخذ اكشن فورا لانه الثعلبه لازم تتعالج والا ممكن تتوسع. طيب دكتورة كنا عم نتحدث أخيرا عن التدخين، إلى أي مدى التدخين يؤثر على الأظافر وبيغير من لون الأظافر؟ سريعا لو سمحتي. يمكن الدكتورة ما عم تسمعنا؟ أيوة. طيب شكرا. أنا اللي أسمعكم. أهلا وسهلا. طيب دكتورة سريعا بس سريعا عن التدخين وإلى أي مدى يؤثر على لون الأظافر؟ سريعا لو سمحتي.
أكيد بيعطي اصفرار للأظافر على فكرة التدخين، وبيساوي نقص تروية عادة هو مقبض محيطي، فبالتالي التروية ما بتكون جيدة. صحيح. وسرعة دوران الدم بالمنطقة ما بتكون جيدة، فممكن يعطي اصفرار، ممكن يعطي حتى ازرقاق للأظافر. تمام، نود أن أشكرك على كل هذه المعلومات. كانت معنا من دبي الدكتورة لما جعلوك، اختصاصية أمراض جلدية وتجميل. شكرا لك. شكرا. لا تشهد صفقة تيك توك ومايكروسوفت حالة من الشد والجذب، فبعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة الصينية المالكة للتطبيق 45 يوما للتفاوض، أكدت شركة مايكروسوفت أنها مستمرة في مباحثاتها مع تيك توك لشراء العمليات الأمريكية في التطبيق الصيني المتخصص في تبادل مقاطع الفيديو القصيرة. صفقة تيك توك ومايكروسوفت تسيطر عليها أجواء من الشد والجذب، فبعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بايت دانس الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك 45 يوما فقط للتفاوض على بيعه لعملاق التكنولوجيا الأمريكي مايكروسوفت، أكدت شركة مايكروسوفت أنها مستمرة في مباحثاتها مع تيك توك لشراء العمليات الأمريكية في التطبيق الصيني المتخصص في تبادل مقاطع الفيديو القصيرة. مديرة مايكروسوفت أبدت تفهمها للمخاوف التي أعرب عنها ترامب من مخاطر تتعلق بالأمن القومي واتهام التطبيق بالتجسس لصالح الصين، مؤكدة إجراء مراجعة أمنية شاملة للتطبيق. تطورات كثيرة تخللتها الشكوك طرأت على عملية البيع المحتملة هذه بعد أيام من إعلان ترامب أنه سيحظر التطبيق في الولايات المتحدة. في الصين الغضب مشتعل أيضا بسبب الصفقة، وفي ظل أجواء التوتر التي تخيم على العملية تبدو المباحثات الحالية في مرحلتها الأولية كما وصفت، وأنه ليست هناك أي ضمانات بأن عملية البيع ستكلل بالنجاح. ألهم الشاب السعودي حسن الزهراني الكثيرين بتحديه إعاقاته الجسدية ليستكشف عالم البحار عبر ممارسة الغوص، واستطاع الحصول على رخصة الغوص العالمية تاركا كرسيه الذي رافقه منذ إصابته بشلل نصفي منذ 27 عاما على إثر حادث مرور. وللمزيد ينضم إلينا من جدة الغواص حسن الزهراني. صباح الخير يا حسن، وكل عام وانت بخير. مثل ما احنا قلنا ما شاء الله انك مصدر إلهام مصدر إلهام للكثيرين، يعطيك العافية. شفنا احنا دحين قبل شوية في مقطع الفيديو انك انت نازل تغوص بكرسي بالكرسي المتحرك، اكيد في رسالة من وراها ولها قصة، يا ريت تحكينا. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم، أتشرف فيكم، أتشرف بوجودي معكم. والله الله يعافيك لكي نكون بصمة إيجابية في مجتمعنا الحبيب. بالنسبة لنزول الغوص، وبالنسبة اللي أنا اختصيت كرسي المتحرك ينزل معايا البحر، أوصل رسالة أن الإعاقة ما هي في الأطراف، الإعاقة في العقل. يا ناس بتمشي وبتتحرك بس مع الأسف عقولها عاطلة، فأنا أوصل رسالة أنه نعطي الفرصة الحقيقية أينما نجدها سوف نبدع. فأنا برسل رسالة أنه الإعاقة ليست في الأطراف، فهذا المغزى الأساسي من أخذ الكرسي لأعماق البحر والتصوير معه. جميل. طيب كتبت على تويتر غرات أنه الكرسي ليس نهاية المطاف، بالعزيمة والإبداع يمكن أن تحقق ما تريد. إلى أي مدى هذا الكرسي حفزك على الإبداع؟ نعم، من فضل الله سبحانه وتعالى بتصالحي مع نفسي وتصالحي مع الإعاقة ونظرتي للحياة أعطاني دافع كبير أنه أتحدى المعوقات وأتحدى الصعوبات التي تواجهني في حياتي. الحمد لله الكرسي كان شوية كذا مرحلة تحول في حياتي، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى قدرت أكتسب من التحول هذا الشيء الإيجابي، بحيث أنه أنا أكون لنفسي إيجابي والغيري، بحيث أنه أعكس صورة إيجابية بأن الحياة لا تتوقف على فقد الأطراف أو نهاية أو الإعاقة تكون نهاية المطاف، بالعكس تكون باب خير ومصدر إلهام لك ولغيرك. طب حسن، ليش اخترت الغوص بالذات؟ هل أنت كنت تمارس الغوص قبل الحادث وأردت أنك تستمر؟
بالنسبة لي أنا ما غصت ولا أعرف الغوص إلا بعد الحادث، والسبب إنه أنا اختياري للغوص وبالأخص نزول الغوص أبغى أوصل رسالة لكثير من ذوي الإعاقة، بالأخص الدرجة الأولى كثير من ذوي الإعاقة، وبالشكل عام لمن ينظر لنا بنظرة دونية، لمن لديه نظرة دونية عن ذوي الإعاقة ككل، إنهم لا يستطيعوا الإنجاز، لا يستطيعوا التحدي، لا يستطيعوا تحقيق المراتب من النجاح. فالبحر والغوص به عالم ثاني يشعرني بحرية ويشعرني بانطلاق للحياة. بالعكس أنا قمة الفخر وقمة الوناسة حينما أنزل غوص من غير الكرسي، أشعر أني إنسان طبيعي، أتحرك زي الغواصين اللي معاي برفقتي الحمد لله، بتحرك في أي موقف في أي مكان. لحد ما ينتهي أو لحد ما تنتهي مرحلة الغوص برجع ثاني مرة لصديقي الكرسي وعيش أنا وياه الحمد لله. عرفنا أنك تطمح لتكون مدرب غوص، خبرنا عن هذه التجربة وعن طموحك. والله بالنسبة لآمالي وفكرتي أتمنى بس أنه أكون باب خير لكثير من له نظرة سلبية، أنه أنا قادر إن شاء الله أنه أكون مدرب غوص. ليه؟ لأنه أخواني ذوي الإعاقة لديهم صعوبات كثيرة في أنه كيف يمارس الغوص ويمارس التحديات، فكوني أنا عايش وعشت التجربة وتحديت ومريت بمراحل، بالتالي بتكون عندي النظرة أشمل وأكبر من الإنسان اللي صحيح الجسم، فبتكون عندي مهارات إن شاء الله أنه بتكون بتطور أخواني ذوي الإعاقة اللي هم شبيهين لحالتي، بحيث أنه أنا أعرف خبايا وأعرف أمور كثيرة تتعلق فينا كبعض كبداية للتحدي. يعني مثلا الإحساس والمشاعر ترى ما حيكون زي الإنسان الطبيعي، صح، فبالتالي انه حيكون صداها اكبر لما يكون شخص انسان سليم، لما يكون شخص ذوي الاعاقه يكون قريب مني، بالتالي انه انا اكون حسيا ومشاعريا قريب له اكثر من الانسان الثاني. ذكرت حسن قبل قليل انه لم تكن تمارس الغوص من يعني قبل الحادث، بس حصلت على رخصه الغوص العالميه، فهذه اكيد يعني مده طويله احتجت، ولا يعني كيف المده؟ حكينا عن التجربه هذه. أنا مريت بمراحل زي أي إنسان متحدي، زي أي إنسان متدرب، مريت بتجارب، مريت بتدريبات، مريت بكلاسات، مريت الحمد لله. طبعا لا يقتصر على التدريبات الأساسية، الحمد لله ترى غصت برا السعودية الحمد لله، وكل تجربة وكل تحدي وكل مغامرة تضيف لي تحدي، تضيف لي عزيمة، وتضيف لي طاقة، وتضيف لي فعل المزيد. فأقول لك يعني ما في تجربة مريت فيها إلا مريت فيها مراحل تحدي إنجاز، وكل المراحل اللي مريت فيها تعطيني دروس، وكل درس بستفيد منه. طيب. والحمد لله بحاول إنه أوصل رسالة. حسن إحنا أنا عرفت إنك كنت مداوم بالليل، إمبارح وتشتغل في المطار، خبرنا شوي عن الشغل في المطار وعن المهمات يلي بيعطونك إياها، ويعطيك العافية يعني وصلت. الحمد لله، الله يعافيك ويبارك فيك، الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا موظف خطوط سعودية، اللهم لك الحمد، بقوم بعملي زي أي موظف طبيعي الحمد لله، بعيدا عن الإعاقة وبعيدا عن الكرسي الحمد لله. إدارتي أو المسؤولين عندي في الخطوة الحمد لله معطيني الثقة ومعطيني الفرصة أنه أنا بأنتج وبأبدع زي الناس. بالعكس الحمد لله، وجودي في العمل أو وجودي في مطار المؤسس بعطي علامة إيجابية، رؤية سعودية جديدة أن ذوي الإعاقة قادرين على الاندماج، قادرين على الاختلاط، قادرين على العطاء، قادرين على العمل الحمد لله. فأنا عملي الحمد لله بأقوم بمهامي الوظيفية، بأحاسب وبكلف الحمد لله زي اي موظفين ثاني الحمد لله. ففعلا انا امس كنت مناوب في ليله امس، قدرت انه اضبط نفسي الحمد لله عشان التقي بحضرتكم، واهلا وسهلا فيكم، الله يديكم العافيه. يعطيك الف عافيه. كان معنا من جده الغواص حسن الزهراني. يوسف البقشي فنان كويتي برع في تقديم أفكار وقصص مؤثرة دون تكلف، لوحات وأعمال فنية في عالم الأنيميشن أظهرت قدرته على صناعة محتوى بمشاهد صامتة
تحكي ما لا ترويها الكلمات. أخرج أفلام الأنيميشن أو أخرج أفلام أنيميشن قصيرة ملهمة برسائل مجتمعية وترك للمشاهد حرية التحليل. آخر أعماله فيلم الأنيميشن من أجل يوسف، وهو من أجل الكبار وليس الصغار. للمزيد ينضم إلينا من الكويت يوسف البقشي، فنان تشكيلي وصانع أفلام أنيميشن. صباح الخير يوسف. صباح الخير يوسف، خبرنا شوي، هل الرسم صباحك الله بالنور، يعطيكم العافية. صباح الخير. يعني يلي يدخل عالم أنيميشن هل يجب أن يتمتع بمهارة الرسم أو ليس ضروري؟ والله مهارة الرسم قد تكون جدا مفيدة وتدعم مجال التحريك في الأنيميشن، لكن الأنيميشن لعدة تكنيكات مختلفة. فأكو تكنيك الفريم باي فريم أو الطريقة الكلاسيكية، هذه طريقة معتمدة على الرسم. في تكنيكات ثانية مو معتمدة على الرسم مثل الستوب موشن أو مثلا التحريك عن طريق الثري دي موديل. فيعني هذه تكنيكات تعتمد على فهم التحريك وفهم الحركة، وهذا موضوع جدا مختلف عن الرسم وما له علاقة فيه. فممكن للشخص أنه يكون محرك ممتاز أو أنيميتر ممتاز من غير لا يكون عنده مهارة الرسم. اخترت يوسف زي قضايا مجتمعية، هل في شخص ألهمك أو هل في موقف مثلا صار أنه قلت توصل الرسائل عن طريق الأنيميشن؟ والله هو الهام يعني ما له مكان محدد. يعني عادة من يحضرني أو يصير لي موقف بالحياة أو يمكن جملة بكتاب أقراها أو ممكن قصة سمعتها يعني عن طريق الراديو أو إن كان، أشوف فيها الإمكانية أن تكون قصة فيلم وأعد لها سيناريو وتصير فيلم. يعني يمكن أهم شيء بالنسبة لي أن القضية تتناول شيء يهمني شخصيا. طيب يوسف، أنت تصنع الأفلام القصيرة وهناك دائما نظرة دونية للصناعة المحلية، كيف يمكن أنت تغير وجهة نظر المشاهد للصناعة المحلية؟ وما هي المواضيع التي يمكن تتناولها؟ و تفضل. بالنسبة حق تغيير وجهة النظر أو بناء ثقة المشاهدين، هي بطبيعة الحال الثقة شيء ينبني خلال مدة، خلال زمن. فالموضوع شيء طبيعي محتاج إلى وقت، محتاج أن صناع الأفلام يستمرون في صناعتهم وتقديم محتوى، ولازم يتطور الموضوع، وكثر التجارب والفشل راح يصير في نجاحات عالمية. هذه النجاحات راح يتداول بين الناس، ومع الوقت راح يصير في ثقة. لكن المسألة يعني مو بهالسرعة، أنا أتصور هي محتاجة سنوات. ولكن التكنولوجيا الحين ومنصات التواصل الاجتماعي وايد راح تسرع العملية. يعني قبل كنت ممكن أقول الموضوع يأخذ يمكن 10 إلى 15 سنة، الحين لا، ممكن 5 سنوات إذا استمرت الصناعة السينمائية العربية بشكل متطور راح يكون في تغير كبير في نظرة الناس. طيب خلينا نشوف آخر أعمالك اللي هو من أجل يوسف، مقطع قصير ونرجع لك. يوسف، خو تعال العب هنا. طيب احنا نبغى نعرف منك يوسف ايش قصة هذا الفيلم، كم اخذك منه وقت؟ فيلم من أجل يوسف هو بالأساس رواية حق صديقي المؤلف فهد القعود. تعرفت على فهد أثناء عرض فيلمي السابق فيلم نقلة،
وحبينا توجهات بعض واهتماماتنا كانت مشتركة، ويعني حبينا نصنع عمل مشترك. فمن أجل يوسف هو أول فيلم لي ما كان من تأليفي، كان من تأليف شخص ثاني، وأيضا أول فيلم لي اشتغلت فيه مع فريق، يعني كان وياي اثنين رسامين أنيميترز كنت أنا أديرهم يعني وياي في العمل هذا. طبعا العمل يتناول قضية اجتماعية أخلاقية تخص الشرق الأوسط، وهو يمكن فيلم أنيميشن يعني البطل فيه طفل، لكن هو كلش مو موجه للأطفال، هو موجه لأولياء الأمور بشكل. طب يوسف، جميل أن يكرم المرء على أعماله بعد جهد وتعب. كرمت بالعديد من المهرجانات العالمية، خبرنا عن هذه التكريمات. أنا لحد الآن صنعت 3 أفلام. الفيلم الأول كان فيلم سندرة، خذ مني تقريبا صنعته 1.5 سنة من إنتاجي الشخصي، خذيت فيه تقريبا 5 جوائز من مهرجانات. الفيلم الثاني كان فيلم نقلة، صنعته في سنة 2016 حسب ما أذكر، خذيت فيه 6 جوائز مهرجانات، وخذ مني شغل في 10 شهور من إنتاج وزارة شؤون الشباب. الفيلم الثالث اللي هو من أجل يوسف استهلك مني وقت تقريبا 1 سنة، خذيت فيه 1 جائزة. طب أين هي صناعة الأنيميشن في العالم العربي مقارنة بالعالم الغربي؟ والله احنا تونا في بداية الطريق يعني، و يعني محتاجين انه يكون في صناع انيميشن عرب، محتاجين انه يكون في انيميترز عرب، محتاجين ان العرب يؤمنون في ان صناعة الانيميشن ممكن تكون مصدر رزق ويكون عمل اساسي يشتغلون فيه، مو مجرد هواية، يكون احتراف. ف يعني الموضوع يحتاج أن يتجه إلى القطاع التجاري، خلينا نقول يتجه إلى أن الناس تبدي تتداول فيه، وهو قاعد يصير التداول هذا، لكن كل التعاملات تكون من الخارج. فلو أن العرب يتجهون إلى صناعة محتوى أنيميشن بجودة عالية، هذا الشيء ممكن راح ينتشر عندنا بشكل كبير. احنا نتمنى لك كل التوفيق. كان معنا من الكويت يوسف البقشي، فنان تشكيلي وصانع أفلام أنيميشن، شكرا لك. ونتوقف الآن في فقرة صور.com مع لقطات لفن الرسم على الجدران بطريقة الثريدي، نتابع. قطاع السياحة والسفر الداخلي في بريطانيا يشهد نشاطا ملحوظا بسبب اختيار البريطانيون لقضاء إجازتهم الصيفية في بلدهم، والسبب قيام الحكومة البريطانية بفرض عزل صحي لمدة 14 يوما على القادمين من أسبانيا. التفاصيل في التقرير التالي. عام 2019 سجل أعلى معدلات لسفر البريطانيين إلى الخارج لتمضية إجازاتهم الصيفية، فطبقا لإحصاءات الجمعية البريطانية للسفر، أكثر من 60% من الشعب البريطاني اختار قضاء إجازاتهم خارج البلاد. وتعد إسبانيا الوجهة الأولى المفضلة للبريطانيين، لكن حكومة جونسون قررت ضمها للدول التي يجب عزل القادمين منها ل14 يوما، تجنبا لحدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19.
بإمكاننا أن نرى موجة ثانية من الوباء قادمة من بعض المناطق في أوروبا، لذلك قمنا باتخاذ الخطوات التي اضطررنا لها فيما يتعلق بإسبانيا على سبيل المثال، ونحن عازمون على الحفاظ على سلامة السكان هناك. هذا القرار كان سبباً في تغيير مخططات الإجازة الصيفية للبريطانيين، فاتجهوا إلى الشواطئ المحلية. أعتقد بسبب القواعد الجديدة لا خيار للذين يريدون الذهاب للشاطئ سوى القدوم هنا، لا حاجة للسفر بعيدا. بعض الدول يمكنك السفر إليها، لكن للأسف عند العودة فنصائح الحكومة تقضي بالعزل ل14 يوما، وهذا صعب، فلا يمكنك الذهاب للعمل أو القيام بأي شيء، لذلك قررنا استكشاف الشواطئ البريطانية. ارتفاع معدلات السفر المحلي نشط قطاع السياحة الداخلية نسبياً عكس المتوقع، مما أجبر بلديات المدن البريطانية الساحلية على تجهيز مرافقها العامة لتستقبل أعداداً أكبر من الزائرين، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية لتجنب انتشار العدوى محلياً. الصورة بعد كورونا تغيرت تماماً، فأصبحت الوجهة الرئيسية للمصطافين البريطانيين هي مدن الداخل مثل برايتون، وذلك لصعوبة سفرهم إلى دول المتوسط الأوروبي بسبب إجراءات العزل الصحي. أحمد العناني، العربية، برايتون. ونذهب الآن إلى فقرة أخبار بلا سياسة مع لميس. إليك لميس. شكرا لك يا رشا. شو في أخبار مميز اليوم؟ الخبر مميز عن اليوم عيد ميلاد ميغان ماركل اللي شغلت العالم كتير آخر فترة. عزمتنا على العيد. كل عام وهي بخير. أهلا بكم مشاهدينا. فاجأ لاعب التنس العالمي روجر فيدرير فتاتين اشتهرتا بلعب التنس على سطح منزلهما في إيطاليا خلال فترة الحظر الوقائي، وشارك روجر الفتاتين بلعبة التنس من على سطح بنايتين. Shall we have some fun? Ready to play? Yeah? Here we go. Amazing here on the rooftop. تحتفل دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هاري ميغان ماركل بيوم ميلادها 39 اليوم الثلاثاء 4 أغسطس. ميغان الممثلة الأمريكية السابقة تزوجت الأمير هاري عام 2018 وأنجبت منه أرتشي العام الماضي، وبداية هذا العام أعلن الزوجان عن تخليهما عن مهامهما بالعائلة الملكية البريطانية والسفر للعيش بعيدا في الولايات المتحدة، والأهم إن صح التعبير بعيدا عن وسائل الإعلام البريطانية التي تربطهم بها علاقة مشحونة. في اليابان وفي خطوة نادرة قامت إحدى الشركات الكبرى لتجارة تجزئة الإلكترونيات بسن سياسة جديدة رسميا تسمح للموظفين العمل حتى عمر 80 عاما. الخطة الوظيفية تم طرحها الشهر الماضي مع تقدم عمر السكان وتقلص عددهم في اليابان، بذلك يمكن لموظفي الشركة والبالغ عددهم 3000 من العمل والبقاء حتى عمر 80 بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بمجرد وصولهم إلى سن التقاعد بالشركة البالغ 65 عاماً. في كاتدرائية نوتردام التي دمرها حريق هائل العام الماضي، يتم تفكيك أرغن الأنابيب المكون من 8000 أنبوب والذي صدح في الماضي. فعلى الرغم من أن الأرغن لم يحترق إلا أنه أصيب بأضرار من موجة حر قياسية في الصيف، والمهمة الضخمة المتمثلة في تفكيك والتنظيف وإعادة تجميع أكبر آلة موسيقية فرنسية من المتوقع أن تستمر ما يقرب من 4 سنوات.
في أستراليا التوقعات تشير إلى أن حيوانات الكوالا البرية في البلاد مهددة بالانقراض بحلول عام 2050 في حال استمرار التوسع البشري وتغير المناخ، إلا أن المحافظين على البيئة وجدوا أملاً جديداً يعمل على توظيف طائرات الدرون المزودة بالأشعة تحت الحمراء كوسيلة حديثة لتعقب وإنقاذ الكوالا المتبقية في نيو ساوث ويلز، لا سيما أن حرائق الغابات التي شهدتها أستراليا تسببت في صعوبة الوصول إلى الكوالا وإنقاذها. تستعد فرنسا لموجة حر شديدة هذا الأسبوع بدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، ما يجعل تجارة المسطحات الملحية لملح غورنان الشهير في البلاد أكثر انتعاشا، إذ يتم تصدير ملح البحر إلى جميع أنحاء العالم وينظر إليه كطعام شهي من قبل العديد من هواة الطعام الذين يقدرون بلوراته المقرمشة الشبيهة بالثلوج. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية. إلى آخر موضوع في صباح العربية اليوم، يمكن موضوع الكرش عند الرجال موضوع مهم جدا. الكل. أنا شخصيا تخلصت منه. برافو. هو أصلا غير مشاكله الصحية يعني بشع المنظر سواء الرجال ولا حتى النساء يعني من ناحية شكل يعني. أكياس دهنية تتجمع في منطقة الخصر والعضلات الأمامية من البطن عند الرجال، وعندما ترتفع نسبة الدهون الممتصة من الطعام تخزن في هذه الأكياس فنحصل على ما يعرف بكرش الرجل. وتعد عملية إزالة الكرش هدفا للعديد من الرجال للحصول على مظهر جميل وجسد متناسق، ويطرح الطب التجميلي عدة اختيارات لعملية إزالة الكرش بحسب الحالة. وللمزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور نادر صعب طبيب التجميل. صباح الخير دكتور نادر، خلينا بداية نسألك من هو الشخص المناسب؟ صباح النور. من هو الشخص المناسب لهذه العمليات؟ يعني أكيد طبعا في المريض المناسب لهذه العمليات. مثل ما منعرف كل ما تقدمنا بالسن كل ما صار في عدم توازن بالأكل بيصير في عنا تراكمات دهنية بأماكن معينة. عند البعض بيكون في أماكن معينة، إنما البعض الآخر بيكون في عنا يمكن جلوبل بيكون كل الجسم سمين. هون منقدر نتخلص بطريقتين، إذا كان الجسم كله تخين منحاول نخفف من كمية الأكل اللي بتفوت على الجسم، أكان من عملية التكميم وصارت اليوم جدا سهلة من خلال التكميم بالمنظار. أما وقت ما بيكون في عنا تراكمات دهنية متموضعة بالبطن بالخصر بالأرداف، هون منلجأ إلى عملية شفط الدهون وإزالتها بالطرق المتطورة باستعمال الليزر للتخلص من كل هالتراكمات الدهنية المتموضعة بأماكن معينة بجسم الرجل. طيب دكتور، هل كل الحالات اللي تتجه لك ممكن أن تجري هذه العملية، أم هناك يعني نسبة دهون يجب أن تكون متواجدة على البطن أو عند الخواصر لكي تجري هذه العملية؟ أكيد شربل كل جسم الإنسان مغطى بطبقة دهنية، إنما بأماكن معينة بيكون في تراكمات دهنية ما يعرف بالسلوليت أو أنا بسميهم تراكمات دهنية ميتة أو stubborn fat. هني هو الدهون لو ضعفنا لو عملنا سبور غالبا ما بيدوبوا، وهني بيكونوا سبب لمشاكل صحية كتير بجسم الرجل. كرمال هيك أنا بقول هيدي العملية هي بتفيد مش بس على صعيد الشكل، إنه شكل الإنسان يكون مرتب ولبسه يكون مرتاح فيه ونفسيته مرتاحة، إنما إضافة بيساعد على صحة الإنسان تكون جيدة، وبالتالي التخلص من هالدهون المتراكمة يلي ما بنقدر نتخلص منها بسهولة هو خير دليل على أنه الإنسان يكون جسمه سليم وصحته منيحة، لأنه ارتفاع هالدهون المتراكمة وازديادها بيؤدي إلى ارتفاع بالضغط، إلى ارتفاع بالسكري، إلى ارتفاع وتخزين الكوليسترول بالجسم، وكله هيدا بيؤدي إلى البدين الزائد ما يزيد
بمخاطر القلب، وبالتالي هون شرايين القلب بتكون عرضة للخطر وحتى الدماغ، لأنه منشوف ارتفاع الضغط بيؤدي إلى انفجار بالدماغ، وكتير عالم بيصير في عندهم هالمشاكل. لهون بدي أقول أنه من أنجح العمليات التجميلية عند الرجل هي إزالة الدهون يلي متراكمة بجسمه اللي بتؤدي إلى مشاكل صحية فيه، ومنكون استفدنا على صعيد صحة الإنسان وعلى صعيد الشكل مرة واحدة. طيب دكتور، هي عمليات اللي هي الشفط شائع عند النساء، هل هناك إقبال من الرجال؟ إقبال كبير مقارنة بالنساء؟ أكيد اليوم صار يمكن الرجال أكثر من النساء النسبة. اليوم نسبة الرجال عم تزداد بشكل هائل، وهيدا دليل تطور الميديا اللي عايشين فيها. اليوم الشكل صار بيلعب دور كتير مهم، وخاصة انه بهالعملية بالذات هي لانه تشتغل على صحة وسلامة الانسان، سلامة جسمه. لهيك يمكن بقول انا الرجال صاروا عم يمكن عم يلجأوا لهالعمليات لحتى يتخلصوا من مرض ما عم بيقدروا يتخلصوا منه بسهولة، وبنفس الوقت بيكونوا عالجوا صحتهم. عند النساء المشكلة بتزداد أكثر، لأنه نتيجة الحمل المتكرر بيصير في عندهم انفصال بجدار العضل تبع البطن، وبيصير في عندهم ما يعرف بالفتق. هون سبب هالكرشي بيكون شغلتين، أكين الحمل المتكرر إضافة إلى البدينة، وهون عملية واحدة منلجأ طيب إلى شفط وتدويب الدهون بالليزر وشد عضلات البطن. طيب مرة واحدة دكتور، افترضنا أنا أجريت هذه العملية، هل يعود الشخص بعد هذه العملية إلى حياته الطبيعية، يعني يمارس الرياضة، وهل يأكل ما يريد النشويات يعني، ولا كيف؟ مثل ما بنعرف بأوقات معينة لو حتى لجأنا لرجيم ما بنقدر نضعف، إنما عندما بنلجأ لهالنوع من العمليات يلي هي تدويب الدهون بالليزر، إزالتها بشكل زيت، يعني منحولها لزيوت ومنسحبها خارج الجسم، ومنلجأ إلى شد البشرة بنفس الوقت، هي هيدي التقنية الجديدة. هون المريض بيقدر يرجع بنفس النهار على البيت، غالبا ما بيكون في ازرقاء، يمكن بيكون في شوية ورم، ولازم يمارس حياته الطبيعية ورياضة بأسرع وقت ممكن، لأنه هيدا سبيل للشفاء العاجل، دغري بيصح الإنسان من بعد هيدا النوع من الليزر. وهون إذا رجع أكل وهو بيصير موتيفيتد، لأنه من بعد ما كان تعذب لأنه يدوب الدهون وما قدر وكل المحاولات بقت بالفشل، لجأ لهالنوع من العمليات البسيطة. لكن من بعدها غالبا كلهم بيكونوا موتيفيتد وما بيعودوا يأكلوا كتير. لكن حتى لو أكل بيصير من السهل جدا أنه يرجع يدوبهم، لأنه الدهن اللي بيتكون جديد بيكون دهن قابل للذوبان، بيكون وصل له دم، غير الدهن اللي كان بالقبل لأنه كان ستبرن فات، كان كله متراكمات دهنية ميتة. طب أي نوع من التخدير لشغلي؟ أي نوع من التخدير يستخدم بهذه العمليات؟ وكم يجلس يعني المريض؟ هون فينا نبلش من البنج الموضعي باختصار إلى البنج يمكن التخديري. تفضل. هون بيكون من البنج البسيط للبنج التخديري، وبقول أنا أنه لازم الإنسان وقت ما بيكون بهيك نوع من العمليات، لأنه التقنيات متطورة، ما بيحس كتير، منا بحاجة للبنج العام لحتى نقدر نتخلص من الدهون. وغالبا هون بدي أشير لشغلة، أنه عند تقدم السن خاصة عند الرجال بخف الهرمون الذكوري، وبالتالي الهرمون الأنثوي بيضغى عليه، منلاقي عند طيب كثير من الرجال بيصير في تضخم بمنطقة الثدي. دكتور نادر صعب، شكرا لك، كان معنا من دبي طبيب التجميل. وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.